قرر رؤساء الأندية بالجنوب توقيف البطولة إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب ما أسموه التهميش الذي طال فرقهم، واعتبروه أو اعتبروا الوعود التي قدمها المكتب الفيدرالي بخصوص إنشاء قسم وطني ثاني هواة جنوب مجرد وعود كاذبة، ما أثار استياءهم وجعلهم يقررون رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الرياضية. هو القرار ديناه هو توقيف البطولة لوقت لاحق. الامر الثاني اللي قروه رؤساء النوادي هو اختيار 5 ممثلين من كل ولايه، يعني كل ولايه تعطينا ممثل، باعتبار ممثل ولايه البيض، ولايه بشار، ولايه النعامه، ولايه اضرار، ولايه تندوف، باش يروحوا ان شاء الله في مهمه للاتحاديه الجزائريه لكره القدم من اجل معالجه هذا الامر. هذه الحقره هذه وتصفيه الحسابات احنا ما نقبلوهاش. اذا المكتب الفيدرالي جهنا البشار وجمع هذه الفرق وعطاونا وعود وقال لك لعبوا البطولة تاعكم فيها القسم الوطني الثاني هوات، باش تلعبوا باش تساعدوا القسم الوطني هوات وامتيازات أخرى. هذا كل شيء هذا الشيء راح. بالنسبة للرئيس الخير الدين زطشي أنا نقول له من هنا من هذا المقام سقم روحك بك بالمكتب الفيدرالي، لأننا احنا غادي نمشوا إلى أبعد حدود، غادي احتجاجات تكون قوية ومن بعد تمشي المحكمة الرياضية والمحكمة الدولية وعندنا الأدلة.